السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أتمنى تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشوفوا هذا الفيديو. وجيتكم اليوم بفيديو تحضيرات المسبقة لرمضان اللي دخلوا علينا وليكم الصحة والسلامة وباش ما تمنيتوا إن شاء الله. والإشارة فقط البنات في هذه التحضيرات هادو ممكن تقوموا بهم يعني بلا رمضان، تقوموا بهم هاد التحضيرات كيسهلوا علينا يعني هكذا تحضير الوجبات. والإشارة فقط، فأنا هاد الأشياء اللي صوبتها فهي غادي نسهلك يعني قبل رمضان، كتعرفوا رمضان باقي ليه شوية، فقط يعني بغرض المشاركة وبغرض التحفيز هكذا نحفزوا بعضياتنا على التحضيرات وهذا الشيء كامل. وإذا كان كيهمكم الأمر خليكم معايا إلى آخر الفيديو. واول حاجه البنات هي هاد الاشياء هادو اللي كنحتاجو يعني بكثره وخصوصا في رمضان، فمن الاحسن يعني الواحد يشريهم هكذا على تيساع ويخليهم هكذا لشهر رمضان الكريم ان شاء الله. كتعرفوا في رمضان كيكون الواحد مشغول بتحضير الفطور والوقت يعني كيطير كتعرفوا. مهم هاد الاشياء هادو ضروري ضروري نشريوهم قبل ونحتفظوا بهم هكذا ان شاء الله لرمضان. بحال هاد البابي هادو ديال البابي المنيوم، هاد البابي ديال الفرن او بابي كويسون يمكن تيقولوا ليه، هذا خديته من والمارت، وداك الفيلم المونتيغ حتى هو، ودوك لي زيبلوك ولا البلاستيك الخاصين بالمجمد. فانا كناخذ هاد جوج ديال الاحجام، هاد الحجم هذا ديال غالون كيهز يعني غالون كبار، وهاد الحجم اللي صغر منه، فهما يعني كينفعوا هكذا يعني في التخزين ديال الاشياء اللي كنوضعوا في المجمد. بالنسبه لهاد الكبار هادو كينفعوني بزاف بحال هكا في الفطائر ولا هكا المسمن ولا حرشه، ولا مع الحجم ديالهم كبير فهما كيهزوا يعني خلاه. وبالنسبه للصغار كندير فيهم هكذا الفواكه مجمده ولا الربيع والمطيشه، مهم كل حاجه لاش كتصلح. انا غنوريكم هنايا الحجم ديال هادو الصغار كيجيو على هاد الحجم هذا صغير، ولا اخر كبار كما قلت لكم ديال الكالون، هادو يمكن ديال ربع غالون، هادوك الاخرين ديال غالون. هذا هو الحجم ديالهم كتشوفوا، الحجم كبير والصغير، صافي هاد الاحجام هادو هما اللي كناخذ. وكذلك هاد الاعواد هادو ديال الخاصين بالباربيكيو، فانا كندير فيهم هكذا لي بروشيتي ديال الدجاج ولا اللحم ولا حتى الكفته، ممكن ديروهم توضعهم يعني في الفرن ولا توضعهم هكذا في الاله ديال البانيني تشويو فيها، فهما يعني ضروري ضروري في رمضان يكونوا عندكم. هنايا كنت تقديت هنايا شويه ديال الفراوله، فكانت يعني بواحد الثمن رخيص مناسب جدا ورخيص، وكتشوفوا يعني مازال فريش. كنت خديتها غير بدولار 49 يعني بنصف الثمن ديال الاثمنه العاديه، فمعروف هنايا الفراوله غاليه بزاف. مهم هنايا كندوز نغسلها دائما يعني انتهزوا الفرصه فاش تلقاو هكذا مثلا الفريز ولا حتى المشماش ولا هذا جميع الفواكه يعني هكذا الموسميه كتكون رخيصه، نستغلوا الفرصه فاش يكون رخيص وناخذوا هكذا كميه كثيره ونجمدوا هكذا كتنفع. فكتعرفوا هاد في المغرب مثلا هاد الفواكه هذه كتكون موسميه، مازال حنا عندنا هادشي الحمد لله ديما موجود، ولكن بالنسبه للمغرب كيكون داكشي يعني موسمي، فمن الاحسن ننتهزوا الفرصه وناخذوا كميه ونجمدوها. صافي هنايا غادي نحاول نغسلها واحد جوج مرات ولا ثلاثه حتى تيصفى يعني داك الماء مزيان ما يبقاش فيه هذيك الاتربه وصافي. هنايا في اخر غسله غادي نحيد لها هذيك الورقه، تعمت يعني خليتها للاخر باش هكذا الفراوله ديالنا كتبقى مزيانه، حيت الا قصها الماء كتخسر يعني كتفسد بسرعه. وصافي غادي نحاول نقسمها على جوج. وبالنسبه لطريقتي في التجميد ديال الفراوله، فانا كناخذ يعني هكذا لي زيبلوك وكنوضع فيهم الكميه اللي غادي تكفيني، يعني كل واحد يدير الكميه المناسبه، وغادي نضيف له السكر. ايها البنات السكر صراحه جربوا هالطريقه وردوا عليا الخبر، فواحد الاختلاف كبير كبير بزاف. فهاد السكر هذا كيخلي كيحافظ على الفراوله اكثر، وكيخليه بحال كيطلق واحد السيرو ديالو، غادي تلاحظوه يعني من بعد ما تجمدوه غادي تلاحظوا بانه كيطلق السيرو، داك السكر كيعاون باش كيطلق داك السيرو ديالو داك الفراوله. فاش كتعصروه كيجي يعني بحال اللي ما مجمدش، كيجي بحال يلاه شريتيه، بحيث انه كيحافظ عليه اكثر وكيطلق داك السيرو، كيجي يعني العصر ديالو يعني احمر، ما كيجيش ناشف ولا ابيض بحال ملي ما ضفتوش ليه السكر. مهم اللي كنتو ما عمركم جربتوا هاد الطريقه ديال السكر جربوها وردوا عليا الخبر.
صافي كنحاول نخرج داك الهواء من لي زيبلوك مزيان وكنسدهم، وكي شفتو كنديرهم على هذا الشكل هذا كيجي هكذا فطح، ما كيخليش يعني ما كيشدش السباس بزاف كما كتشوفوا معايا، ما غاديش ياخذ لكم السباس بزاف في المجمد. وفي نفس الوقت فاش تبغاو تستعملوه ممكن تاخذوا الكميه اللي بغيتو، ماشي يعني شرط تستعملوها كامله، لانه كما قلت لكم كتجي هكذا رقيقه فتحه، فاش كتجمد كتهرسوا الكميه اللي بغيتو وكتحتفظوا بالباقي في المجمد. صافي هنايا نفس الحاجه غادي ندير مع البلوبيري، فقط غادي نغسلو حتى هو يعني واحد جوج غسلات ولا ثلاثه، ومن بعد غادي نديرو في لي زيبلوك، ما غنضيفلو لا سكر لا حتى شي حاجه. بالنسبه للمون كذلك غادي نوريكم طريقتي يعني كيفاش كنقطعو، فهو كتعرفوا كتجي فيه واحد العظم يعني كيكون فطح كيكون على هذا الشكل، فهكذا كتقطعوه كتقطعوا دوك الجوانب بوحديتهم، وكتاخذوا هذا الجزء الوسطاني هذا اللي كيكون فيه داك النواه ديالو، نوريكم الشكل ديالها في الاخر، فهي كتكون فتحه كتكون رقيقه. صافي كنبقى هكذا نقطع دوك الجوانب، كنبقى نقطع الجوانب حتى كنخرج لداك النواه ديالو ولا العظم ديالو. صافي هانتوما شفتوا النواه ديالو كيفاش كتكون، يعني كتكون هكذا فتحه. صافي كنبقى نجر فيه هكذاك حتى كنحيد يعني جميع داك المنك كنحيدو كامل كنجرو. صافي وكنقطعو هكذا واحد الطريفات صغار بالنسبه لهاد الاجزاء هادو، فكنقطعهم على هاد الطريقه هادي، وصافي كنحتفظ بهم في لي زيبلوك في المجمد. خديت كذلك واحد الكميه هكذا ديال القزبور المعدنوس، وصافي هنايا غادي نحاول هكذا نقيهم نحيد لهم يعني داك الشوائب ولا كتعرفوا يعني شي حاجه هكذا كتكون مخلطه معاهم. وصافي وغادي ندوز نغسلهم حتى هما، غادي نغسلهم واحد ثلاثه الخطرات حتى يصفى يعني الماء ديالهم وما يبقاش فيهم هكذا داك التراب وداك الشيء، وغادي نوضعوهم هكذا في الشبيكات وغادي نخليهم يستقطروا. دائما استعملوا هكذا واحد الاناء يكون واسع، فمن الافضل يعني تتقسموا يعني الكميه هكذا كما كتشوفوا درت يعني جوج ديال البانيوات، وكنغسلو يعني مزيان كنحاول يعني نديرو في الماء كتير ونغسلو، وكما قلت لكم غنخليه في الشبكه يستقطر، فولا بدا يعني في هذه المرحله هذه تخليه يستقطر مزيان من الماء، لان الماء كيفسد يعني الربيع، ولو اننا غادي نجمدوه فخليه يعني ضروري خليه يستقطر شويه. صافي فات الاثناء هذه الربيع كيستقطر، فانا غادي ندوز نرطب هذاك الحمص، غادي نقعه في الماء كتشوفوا يعني خديت واحد الاناء ودرت فيه هكا كميه ديال الماء، وصافي غادي نسد عليها ونخليها يعني المده ديال 8 ساعات او ليله كامله حتى يرطب، ومن بعد غادي حتى هو غادي نغسلو مزيان وغادي نديرو في لي زيبلوك وندخلو المجمد. وكذلك هنايا دست باش في الاثناء يعني اللي الربيع كيستقطر دست ندير معكم هذه المطيشه هذه او الحك ديال المطيشه المركزه، فكتعرفوا في رمضان كنحتاجوها بزاف في الحريره وفي بعض الحشوات، وهذا كان يعني كتحتاجوها بزاف في الصراحه في الثلاجه كتضيع وكتبقى يعني كدير واحد الغموله واحد هذا. المهم من الاحسن يعني تجمدوها، فانا طريقتي هي هذه في التجميد، ممكن كذلك ديروها في داك لي كوب هذاك ديال الايس ديال الثلج، ممكن ديروها فيهم وحتى يجمد وتحيدوه وديروه في لي زيبلوك. بالنسبه لي انا كتجيني هذه الطريقه هذه عمليه اكثر، فكي شفتو كندير هكذا كل حك كنديرو فواحد السيبلوك، وكنحاول هكذا كنبسطها يعني كتجي رقيقه، وفاش كتجمد فانا فقط كنهرس الكميه اللي بغيت كتهرس بسهوله كما شفتو، لانها يعني فتحه كتجي هكا رقيقه وما كتخش كذلك السباس في المجمد. صافي ما عليكم الا جبدوها من الفريغو من يتجمد وتقطعوا يعني هذه الطريقه هذه كنديرها يعني بلا رمضان كنقطع هكذا بيديا، فهي كتكسر بسهوله.
وصافي هنايا الربيع ديالي من بعد ما استقطر يعني ونشف مزيان، فهنايا كندوز غادي نقطعو يعني بواحد غير طريقه يعني عشوائيه، ممكن يعني تقردوه بيديكم الا ما عندكمش هذيك الاله اللي كتتقرد. المهم انا عندي هاد الاله هذه، صراحه نفعني في فات الربيع، كنقطع بها الربيع، كنقطع بها السبانخ وحتى البصله، فهي كتشلض يعني رقيق وكتجي كتوفر علينا هكا الجهد. وصافي هنايا كي شفتو انا غير كنعاونها، حيت كي شفتو معايا انا كندير لي يعني العواد وكلشي، ما كنحيدش هذوك الاعواد. كنشوف شي اخوات كيحيدوا يعني كيطحنوا غير الورق وكيخليوا داك الاعواد بوحديتهم، انا لا البنات كان حتى حاجه ما كتضيع، كلشي كنطحنوا. المهم كان في الاول غير كنعاونوا يعني بالقرده، كنقردهم يعني شويه، حيت الا جيت نديرو بحال هكداك ما غاديش يتقرد ليا مزيان ودوك العواد غادي يبقاو غلط. صافي وغادي نطحنها هكذا في الماشين ديالي، و غادي ندوز حتى هي نديرها في لي زي بلوك بنفس الطريقه باش جمدنا الاشياء الاخرى. غادي نوضعهم هكذا في لي زي بلوك ونحتفظ فيهم بالمجمد. هاد الطريقه كنديرها كما قلت لكم البنات في الايام العاديه فهي كتنفع. وبالنسبه للاشياء اللي كتحتاج يعني الربيع يكون فخاش، فانا كندير واحد الكميه كنخليها هكذا غير في الثلاجه، كنلويها غير في كنلوي هكذا غير في البابي ديال الورق ديال المطبخ، ولا في شي منديل هكذا يكون نقي كنا نديرها فيه وكنحتفظ فيها حتى هي في لي زيبلوك، ولا حتى في شي طاسه هكذا تكون كتغطى، فهو كيبقى يعني كيحافظ عليه مده اطول. ولا كانت عندكم كميه كثيره فمن الاحسن يعني تجمدوا النص والنص تخليوه في الثلاجه فريش. وحتى هو نفس الحاجه يعني بحال مطيشه وبحال سميتو، فانا كنحتفظ به هكذا كيكون هكذا فطح، وكنحاول نخرج داك الهواء من لي زيبلوك. وفاش كنبغي يعني كنهرس الكميه اللي بغيت فكيتهرس يعني بسهوله. صافي هنايا الحمص من بعد ما رقدته يعني 8 ديال الساعات ورطب معايا، غسلته مزيان وحيدت له يعني الشوائب حتى هو اللي كيكونوا فيه. صافي هنايا عبرت الكميه يعني بالنسبه ليا انا درت جوج كيسان، هادوك الكيسان ديال اتاي عبرت جوج ديال الكيسان في كل قياس في كل زيبلوك. وصافي كتشوفوا معايا هاد الطريقه هذه البنات كنديرها بلا رمضان البنات كنحتفظ باللوبيا والحمص بحال هكذا. فشحال من خطره كتكوني يعني باغا مثلا طيبي اللوبيا ولا الحمص ديري الحريره ولا شي حاجه، وفي اخر لحظه كتلقاي انه ما عندكش الحمص ولا اللوبيا فازقين. فهاد الطريقه الصراحه عمليه بزاف، يعني كما قلت لكم حتى في الايام العاديه كنرقد اللوبيا والحمص دائما عندي في الفريق وهكذا مرطبين ومجمدين. كذلك قمت بتجميد ديال الفلفل، فكتعرفوا يعني في رمضان ان شاء الله غادي نحتاجوه بزاف هكذا في الحشوات ديال البطبوط وديال وحتى في البيتزا، وانا خصوصا يعني في الروز كنديروا يعني بزاف في الروز، فهكذا كيسهل عليا صراحه ملي كيكون في المجمد. حتى في الايام العاديه كنكون يعني مجمده كيسهل عليا اني غير كنجبدو هكذا وكنديروا هكذا في الحشوه ولا في الروز. وبزاف ديال الاخوات كيظنوا بان الفلفل ضروري خاصو يتشوى عاد باش يتجمد، فلا البنات انا ما كنشويه ما والو، صراحه كيبقى محافظ على النكهه ديالو وكانه يعني ما مجمدش، ما تحتاجوش لا تشويه ولا حتى شي حاجه. غتقطعوه هكذا رقيق هكذا يعني فريش، غادي غير تغسلوه وتقطعوه للشكل اللي بغيتو، يعني تقطعوه هكذا يعني مكعبات، ولا تقطعوه بالشكل الطولي يعني بالشكل اللي غادي يناسبكم، يعني شوفوا نتوما شنو باغين توجدوا به. هنايا البنات غادي نوريكم غير النتيجه يعني من بعد ما جمد، كما قلت لكم فان هذه الطريقه هذه كتخليكم يعني تربحوا السباس هكذا في المجمد، وفي نفس الوقت فما كي ما كي ما كي ما كيكونش يعني الحبات ملتصقه مع بعضياتها، فممكن يعني تاخذوا غير نصف الكميه مثلا كي شفتوا معايا ها نتوما، يعني بسهوله كيتكسر وكيتولي يعني كل حبه بوحديتها. ممكن تاخذوا الكميه اللي بغيتوا ترجعوه للمجمد، بعكس يعني الا درتوه بالطريقه يعني العشوائيه اللي كنديروا كيجي هكذا كيولي بحال شي حجره وكيصعب عليكم انكم يعني تاخذوا منه وترجعوه، فيعني كضطروا تجبدوا الكميه كلها. وبالنسبه للفلفله كي شفتوا معايا فهي يعني يعني معزوله، يعني ما ملتصقاش ببعضياتها. هذه فلفله حمراء كنت جمدتها حتى هي قبل، فلفله حمراء كنت درتها على الشكل الطولي وعلى حسب الشاورما ودايره مكعبات كذلك. صافي هنايا بالنسبه كذلك للربيع ومطيشه ديال الحك حتى هي،
فكتشوفوا معايا ممكن هكذا تاخذوا تهرسوا القيس اللي بغيتوا، فهي كتكسر بسهوله معكم هي والربيع. فانا هذه الطريقه كنديرها يعني برمضان وبلا رمضان، يعني حتى في الايام العاديه هي اللي كندير، وكتحافظ هكا على المطيشه ديالنا ما كتخسر شيء. والربيع كذلك حتى هو نفس الحاجه، فهو كيتكسر بسهوله. صافي كتاخذوا هكذا يعني القياس اللي احتاجيتو كترجعوه للمجمد. فكما قلت لكم هذه الطريقه هذه كتوفر عليكم يعني المساحه او الاسباس في المجمد، وكذلك يعني كتاخذوا يعني القياس اللي بغيتو. كان هذا الفيديو ديال اليوم، نتمنى يكون نال الاعجاب ديالكم وتكونوا استفدتوا منه ولو بالقليل. كما كنقول لكم دائما، فيعني كنحاول دائما ماشي غنحط فيديو غير هكذاك وصافي، كنحاول ما امكن يعني يكون فيه شويه ديال الاستفاده ولو قليل. ونتمنى كذلك تبارطاجيو هذا الفيديو اللي عجبكم مع الاصدقاء ديالكم، كذلك تعطوه لايك. وشكرا بزاف على المشاهده، نخليكم نقول لكم السلام عليكم الى فيديو مقبل ان شاء الله. ما تنساوش تخليوا لي في التعليق ديالكم الاراء ديالكم في التحضيرات ديال الرمضانيه، وكذلك يعني شنو كيفاش كيجيكم هاد التحضيرات، واش مهمين واش لا. بغيت نعرف على يعني المتتبعات ديالي، يعني كل وحده نعرف شنو كيفاش يعني كتعامل في هذا الشهر الكريم ان شاء الله، واش كتديري تحضيرات ولا لا. شكرا بزاف على المشاهده، خليكم نقول لكم السلام عليكم الى فيديو مقبل.